السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الأحبة من معرض الطبيعة العراقية في جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين بمشاركة 74 عملا من بغداد وبقية المحافظات. متابعة طيبة. معرض الطبيعة هو معرض مهم، كل جدا مهم، لأنه ينقل طبيعتنا الجميلة بالعراق بشكل عام، مو بس ببغداد. فالفنانين يعبرون بشكل حر على الطبيعة وجماليتها. العمل اللي اختاريت هاي اللقطة بسبب لأنه هي هاي لقطة مختلفة وبها منظور جمالي كلون وكجو عام، لانه الناس تشوفها بمنظور سلبي وجو مؤثر، بس يعني حلو، جو فني من ناحيه الفن، شيء جمالي جدا. هي النقله، طبعا النقله لانه شوف باللوحه النخل قليل جدا، هو هذا الجدار الاخضر المفروض عندنا احنا بالعراق ما موجود، وانا نقلته باللوحه. يعني شوف الفسحات ما يعني فارغه، وكم نخله وكم عشب، كم يعني فشالات قليلة. الألوان زيتية على كانفاس بحجم 70×90، واستخدمت بعض المواد الطبيعية مثل التربة على مود تبين إحساس الأرض باللوحة الفنية. هذا من استلهامي كفنان، يعني على مود تبين حس الفن يعني، بس ما أخذتها يعني من منطلق علمي أو فشي. حبيت المشاهدين معنا الفنانة التشكيلية لمياء الراوي، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. يا ريت نتكلم عن هدف من معرض الطبيعة واقامته من قبل جمعية الفنانين كل عام. والله هي هدفه انه واضح جدا انه الطبيعة العراقية. نعم. كل ما يخص الطبيعة العراقية من اهوار، من نخيل، من جبال اللي تخص الشمال طبعا. نعم. فحبيت تكون مشاركتي اليوم تخص النخيل. نعم، وأغلب المشاركات الموجودة في المعرض نلاحظ هي النخيل، وتمتاز بها الطبيعة العراقية بوجود الأعداد الهائلة من بساتين النخيل. اليوم اختاريتي أنت موضوع المنظور والنهر والنخيل على جانبين، شرحي لي تفاصيل العمل. عملي هو بعنوان النخيل. نعم. لا، عمل بسيط، نهر داير مدايرة من الجهتين، النخيل. نعم. الألوان حسيت بها الخضرة، ألوان الأخضر الغامق، شنو اللي يميز واختيارك لهذا اللون؟ والله من أحب الألوان، حتى لبسي اليوم اختاريته حتى يتناسق ويا الزيتوني مال اللوحة. يعني أنت محبة، مو عندك هدف من هذا اللون؟ أي محبة، وهدف أنه يعني نشوف للعالم أنه عندنا خضر، عندنا نخيل، مو بس المناظر الطبيعية الباقية بالدول الباقية هي حلوة، لا احنا هم عندنا. تكلم عن طريقة العمل، القياسات، اللوحة. قياس اللوحة 60×80 زيت على كانفاس. كيف استغرق وقت لإقامته؟ تقريبا يومين، والثالث كملت إن شاء الله. بطبيعة الحال الفنانين الشباب حاليا يكون هو العمل الفني مصدر رزقهم. وهواية ناس عندهم بيجات خاصة بهم. لمياء، نعم، تكلمين عن تفاصيل عملك. أنا تقريبا يعني شلون اقول لك، مخلي الفن مالتي تجاره وفن نفس الوقت. عندي بيج وتجيني طلبات عليه، اكثر شيء مختصه برسم البورتري طبعا، فمتخذته يعني مثل التجاره ومصدر رزق ثاني. شو اسم البيج؟ لمياء الراوي. على الفيسبوك؟ عندي فيسبوك وانستغرام وكل ال، ان شاء الله تجيك طلبات من خلال. حبيبتي، We'll be right back.
ممكن تكلميني عن المعرض اليوم، معرض طبيعة اللي شفتيه أو مستوى الأعمال الموجودة حسب أنت فنانة وأكيد عندك خبرة ورؤية بالأعمال، تكلمي لي بصورة عامة عن المعرض. أهلا وسهلا. طبعا اليوم أنا كنت ضيفة حاضرة بهذا المعرض. الأعمال كانت جدا رائعة وأكو أعمال يعني احترافية وكثير من الشباب مشاركين بهذه الأعمال والرواد أيضا، ونشكر أيضا الفنان الكبير المبدع قاسم سبتي لرعاية الفنانين ورعاية الفن. طبعا أفضل هاي الظروف يعني، ونشوف فنانين يشاركون، فنانين يحضرون، أكيد يعني هذه بصمة تكتب للفن. النخلة العراقية اللي نشوفها بأغلب الأعمال إلى ماذا ترمز أنت كفنانة؟ ممكن تفسرينا؟ طبعا النخلة هي رمز من رموز العراق، رمز من رموز تدل على الشموخ، تدل على الفخر، وجدا كان التمثيل رائع يعني في هذا المعرض. مشاهدينا معنا الأستاذ معتصم حميد من سامراء وهو مشارك في معرض الطبيعة العراقية. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا بكم. بالبداية سلامتك، تكلمت أنه قبل خلف الكواليس أنه معرض للإصابة بسبب العمليات الإرهابية في سامراء، مع ذلك هو استمر في عمله الفني، احكي لي عن طاقة هذه الطاقة الإيجابية للشباب. نتواصل ذاتي يقول لي هيجي. نعم ذاتي يقول لي هيجي لازم أتواصل، لأنه أنا من الطفولة عندي هاي الموهبة فاستمرت، حتى لو كانت الظروف عندها عوائق عندي فما أقف قدام العقبة. نعم. اشرح لي شوية العمل اللي صار، كنت بأداء عملك يعني كنت ترسم جدار للقوات الأمنية وصار الحادث؟ لا أنا يعني انطلب من عندي عمل أشتغل بدار. نعم. إنه أرسم لهم، فأنا ما أعرف منهم مطلوبين، كانوا تنظيم معين، فدخلت عليهم مفخخة، كان بيني وبين المفخخة تقريبا 10 أمتار. نعم. فويا ما انفجرت المفخخة سقط علي الدار الطابقين يعني. اي وخمسة توفوا عن المكان. الحمد لله على الرغم من الظروف اللي مر بها أستاذ معتصم هو مستمر بأداء الفني. اليوم مشارك أنت ومختار بالتحديد النواعير. نعم. تكلمنا عن اللوحة. والله لأنه اعتادوا أكثر الفنانين يرسمون الأهوار والشلالات، فأحاول يعني أغير النواعير، وهذه بالأخص الشجرة الكاليبتوز أو القلم توز أنا أعشقها من أنا طفل، كانت موجودة بالمدرسة، موجودة ببيت جدي، فمترعرع وياها، فأكثر شيء يكتبون عليها يعني العشاق الأصدقاء الذكريات عليها بسهولة تصير. والنواعير تتناثر القوارير مالاتها وتنثر الماء، يعني يقولون الماء والخضراء ووجه قناتكم الحسن. الله يحفظكم أستاذ. طيب اختاريت الألوان قريبة للواقع، ألوان الخضار الغامقة وهذه، تكلمنا عن الألوان. والله أنا يعني ميلي إلى هذا الشيء، أحب أن يكون واقعي اللون الواقعي. أكو ناس تبالغ بالألوان، هاي طريقتها وهم حرين، لكن أنا يعني أنقلها مثل ما هي، أبالغ شيء ولو شيء بسيط للجمالية مو أكثر. حقيقة أنا أحد الذين زاروا المعرض. هذا المعرض هي بالضبط من نشاطات الجمعية المستمرة، وهو هذا المعرض مختص فقط برسم الطبيعة. عادة هي سبق أنه معرض عام إلى علاقة بالسيراميك، ومستقبلا إلى علاقة بالنحيت، يعني هذا من بالضبط هي من نشاطات الجمعية بشكل عام. أنا كشخص ممتهن هذه المهنة، يعني مهنة الرسم، لما حضرت المعرض بشكل خاص
مثل ما ذكرت أنه أنا ممتهن هالمهنة. أول الأشياء اللي أذكرها أنا كمدرس لهاي الشغلة، إذا أريد أتكلم عن المعرض أتكلم أولاً عن التكنيك، عن الموضوع، عن سلبيات العمل، عن إيجابيات العمل. قبل لحظات تكلمت مع أحد الفنانين وقلت له ما شاء الله، يعني أشكر الله أنه وضع الفرد العراقي اللي هو معروف عنه، ومع ذلك أشوف كثافة الموجودين بهذا المعرض اللي هو مثل ما ذكرت يمثل شريحة من الشباب. لذلك أنا شعرت بتفاؤل أنه أكو قابليات، الحمد لله رغم كل شيء أنه أشعر أنه أكو شقول أكو جو إيجابي باللوحة اللي يتمثل الشاب العراقي، لأنه هو فقط هذا المعرض هو نعم طبيعة لكن مختص فقط للشباب. أستاذ، يعني كمعرض طبيعة عراقية فالأعمال المعروضة هي للطبيعة العراقية، لكن نشفنا شيء مختلف أو في لوحة برزت فكرة معينة في الطبيعة العراقية، هل هذا من ضمن يعني أولويات الجمعية أنه تطلب أعمال حصراً على الطبيعة كما هي في الواقع، أم أنه لا ما عندنا إبداع لهذا المجال؟ طبعاً أكيد هي من أولويات الجمعية، هاي دائماً معرض طبيعة يخلون بها شروط معينة تخص الريف العراقي، والحمد لله يعني أكو لوحات جميلة جداً أنا شفتها، وأكثر شيء تخص الريف العراقي يعني لوحات مدروسة، يعني الفنان بهيج ظروف صعب عنده يبدع، أنا أعتبر إبداع هذا. يعني بعض اللوحات كأنها حقيقية بعض اللوحات، أغلبها حقيقية، أغلبها يعني مباشرة الطبيعة، قصدي يعني تخص الريف العراقي، هذا قصدي. لا لا، يعني الحمد لله جيد، معرض جيد أنا أعتبره. بصورة عامة رأيك بيه إنه طبعاً جيد بالمستوى طبعاً المطلوب. يعني بالمستوى جيد أنا أعتبره رغم هاي الظروف الصعبة. أبرز اللوحات اللي عجبتك اليوم؟ والله أكو أعمال، عندنا مهند محمد، عندنا أعمال الفنان محمد جاسم، يعني أكو فنانين زينين عندنا الحمد لله، كم واحد معروفين. تحتفي جمعية التشكيليين العراقيين فرع بغداد الرئيسي اليوم بمعرض الطبيعة اللي يعني يقدم أعمال تعتبر منجم يعني متنوع للأساليب، للتكانيك اللي يستخدموها فنانين، وبالتأكيد هو يعني معرض الطبيعة وفنانين يعني العراقيين لهم باع طويل في هذا الأسلوب وفي هذا العمل يعني. فإحنا اليوم يعني أنا ما متعجب من أشوف هاي الأعمال الحلوة والكم الهائل هذا لأعمال فناني طبيعة من كل محافظات العراق، من شمال العراق إلى جنوبه. فحقيقة يعني فرحان اليوم دا أشوف أعمال لفنانين متميزين، ما أريد أذكر أسماء معينة أنا أعرفهم أصدقائي. يعني الأعمال اللي تحاكي الطبيعة، اللي يعني تبين الظل والضوء، اللي تبين مكامن يعني جمال في طبيعتنا، يعني رغم إنه طبيعتنا طبعاً متأثرة باللون الترابي طبعاً يعني، ولكن تبقى طبيعتنا جميلة يعني. مشاهدين، معنا الفنان علي كريم، مشارك ايضا في معرض الطبيعه. اهلا وسهلا بك استاذ علي. اهلا وبيك، اشكرك. حابه اعرف تفاصيل العمل، انا شفته قلت هذا منظر مو جمالي، لكن انت عندك وجهه نظر ثانيه. تمام. هو لازم على المتلقي انه دائما ما يحاول يفهم العمل شنو، اكثر من ما انه لازم يتحسس العمل، لان الطبيعه يعني تستهدف احاسيس او المتلقي. نعم. أو تحاول أنه تثير مشاعر من خلال الألوان والشكل،
فدائما نحاول انه نسلط الضوء برسمنا على امور يعني لربما يعني الناس تبحث عن اشياء مثلا بالطبيعه يكون لها معنى او كذا، فنحاول ان نلبي هاي الامور للمتلقي. طبعا دائما اغلب المتلقين العراقيين بسيطين، فاذا يريد يعرف انه شنو هذا العمل او شنو هاي المنطقه، فهذا العمل يعني هو ارض زراعيه. لكن الارض الزراعيه الان تكون بها بنايات سكنيه، واكو ناس تلجا للاراضي الزراعيه حتى تستقر، حتى تبحث عن مكان للعيش. فأنا رسمت جزء أجمل ما بالعمل أنه يختلف عن بقية الأعمال بفكرة وموضوع، لأن هذا اللي لاحظت البعض يعني ينشر جمالية، يرسم يعني يرسم أشياء أخرى مطروقة موجودة في الواقع. أنت موضوعك مهم جدا، قلت أنه أرض زراعية لكن هي فيها مباني، وهذه رسالة. بالضبط. يعني هو هواي هسه طبقات من المجتمع العراقي يعني تبحث عن أهم مقومات الإنسان للعيش هي المسكن. صحيح. فلربما يكون يعني يحاول يحصل إلى مسكن وأراضي زراعية. طيب نتكلم عن تفاصيل أداء العمل من الألوان، بناء يعني أنت رسم الصخور بطريقة اللي تسمى 3D أو قريبة للواقع بالظل، يعني اختيارك للباب. من خلال دراستنا بالأكاديميات فتعلمنا إنه اكو بعد للون، واكو بعد للضوء، واكو بعد لهواي عناصر بالفن التشكيلي، فحاولت انا اطبقهم كل اللي تعلمتهم من الاساتذه اللي بالمعهد وبالكليه. شنو اللي اضافه؟ اساتذه خارج المؤسسات. شنو اللي اضافه علي كريم كفنان؟ بعض الفنانين مثلا يقول انا استخدمت التراب، هذا الشيء ما متعلم بالاكاديميه ولا، لكن هو اجتهاد فنان. شنو اللي اضافه الفنان علي كريم في هذه اللوحه؟ بصراحه اساني كطالب جديد احاول انه ابرز مع اساتذه يرسمون منذ يعني فتره كلش طويله، فاني ما هاي ما تعتبر حجه انه اني مثلا مرحله ثانيه او بعدني، لا هو بالضبط لازم انه ابتكر اساليب جديده وكذا. بس كمشاركاتي بدايه وجديده حاولت انه اهم استفاد من نقد الاساتذه اللي يمرون على عملي ونصائحهم، وان شاء الله بالايام الجايه راح نطبق اشياء يعني ان شاء الله تكون مبتكره. كل التوفيق لك. ست سماح الآلوسي احدى الفنانات المشاركات في المعرض. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم، تشرفنا بحضوركم اليوم. لي شرف المشاركه مع الفنانين التشكيليين والفنانات في معرض الطبيعه العراقيه اللي اقامته جمعيه التشكيل العراقيين. طبعا نشكر جهودهم على هذا الابداع والتميز اذا كان للفنانين المشاركين، واذا كانت للجهود المبذوله في انجاح هذا المعرض من ناحية الترتيب، من ناحية الحضور، من ناحية الإعلام. يعني عدد الأعمال المشاركة والله ما أعمال كلش يعني كثيرة، يعني يمكن بالمئة عمل إذا مو أكثر. أنا إلي الشرف المشاركة إنه شاركت بعمل واحد قياس 80x80 ألوان زيتية جسدت بالطبيعة الغربية، بالأخص مدينة أو قرية آلوس، بيت الدكتور حسني الآلوسي مدير مستشفى آلوس في بغداد. يعني وفاء يعني مني حقيقي. أي منظر حقيقي، وفاء مني لقريتي، لأهلي، لدكتور حسني الآلوسي، وأيضا هو أبين يعني أو أشوف طبيعة آلوس وجمالها مع الطبيعة العراقية. ملاحظة مهمة جدا، الشجرة على الدار وفيها ألوان الفصول الأربعة على الأوراق. أي انعكاس انعكاس ضوء الشمس والطيف وألوان الطيف انعكست على الشجرة. حبيت هاي المقطع من يعني من اللوحة أو تجسيدها بالطبيعة اللي شفتها يعني، فحبيت إنه أجسدها بعمل فني. وبنفس الوقت هو يعني
مشاركة أنه طبيعة العراق من الشمال للجنوب للشرق غرب هو طبيعة رائعة مميزة، وإن شاء الله يرجع التشجير بالعراق، ترجع الحياة الطبيعية ويبعد عنا هذا التصحر اللي حدث بالسنوات الأخيرة للأسف، وترجع الطبيعة مثل الأول وأكثر إن شاء الله. اللون الأصفر في اللوحة من أهم الألوان والأحب الألوان إلي، هو اللون الأبيض والأصفر كطبيعتي يعني. وأنا أرتدي هاي الألوان أيضاً. وهو من الألوان الرئيسية هو اللون الأصفر يعني، فيشتق من عنده عدة ألوان يعني، ألوان الطبيعة كلها تشتق من عنده يعني، فأكيد ظهوره ووجوده هو مهم بالعمل الفني. مشكورة دائرة الفنون التشكيلية على هذا المعرض طبيعيات عراقيات. طبعا هذه الدائرة التي ترعى الفنانين التشكيليين، وكل فترة أخرى يقام معرض هنا. اليوم اللوحات التشكيلية تخص الطبيعة العراقية. الطبيعة العراقية هي جميلة من الشمال إلى الجنوب، طبيعة النخل، الأهوار، البيوت، الجداول، وكل شيء طبيعي، كل شيء في العراق جميل. اليوم هذه اللوحات تطرز جدران دائرة الفنون، هذه القاعة تابعة دائرة الفنون التشكيلية، بفنانين تشكيليين وفنانات تشكيلات ومبدعات. نحن نحييهم على هذا المعرض الجميل الذي يمثل إشراقة وإشراقة أمل للبلد، وأن الإنسان العراقي ما زال مبدع رغم الصعوبات. نحن نحييهم على هذا المعرض الجميل، نتمنى لهم الألق والتقدم والنجاح ومزيد من المعارض اللي، وطبعا نشكر دائرة الفنون التشكيلية على هذا الفولدر الجميل اللي طبعا فيه يوضح اسم كل رسام والأعمال المذكورة كل رسام، وهذا شيء رائع. حاضرات الفنانات الشابات الفنانة استبرق رفعت، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك. اليوم أنت كفنانة وأيضا طالبة مرحلة رابعة. نعم مرحلة رابعة اختصاص رسم. وتحبين دائما الرسم الواقعي. أميل للرسم الواقعي الكلاسيك يعني، أطمح أكون رسامة كلاسيكية إن شاء الله. أمنياتنا أيضا إلك. أغلب الأعمال الموجودة خاصة برسم الطبيعة قريبة للواقعية. بهذا المعرض شفت أكثر اللوحات واقعي أكاديمي، وتقريبا الأسلوب متقارب، وحتى اختيار الألوان يعني شفت أكثر من لوحة متكرر اللون البنفسجي بيها. أنا سألت أيضا اختصاص دكتورة شيماء، قالت اللون البنفسجي يعني اجتهاد من الفن. صحيح، هو لون كلش حلو، يعتبر يعني حار وبارد، لأن هو مزيج بين الألوان الحارة والألوان الباردة. يعني توظيفه شنو؟ قلت لك إنه هو مزج بين اللون الألوان الحارة والألوان الباردة حتى يكون مقبول لل، يعطي تناغم باللوحة كلش حلو. إذا تلاحظين كل لوحة بها لون بنفسجي أجواءها تختلف عن اللوحة ما بها لون بنفسجي، يطي للخيال وهيك شيء، ويطي أيضا جذب للمتلقي ويحب هذه الألوان، لأنه هي أولا ما بتأذي العين باللون البنفسجي اللي مثل ما قلتي هو حار وبارد. استبرق شنو تسعى أنه ترسم بالطبيعة؟ لو رسمت اليوم شنو راح ترسم؟ أنا تجربتي للطبيعة هاي السنة مرات بتجربة الطبيعة، بالبداية ما كنت كلش حابتها لأن ما عندي تجربة سابقة، بس حبيتها أكثر لأن شفت دخلني بعالم الألوان، كل ما أرسم لوحة تعرفني على ألوان جديد وأحب فد لون جديد عكس مثلا الموديل. أي يختلف. أبرز الأعمال المشاركة بمعرض الطبيعة وعجبت استبرق؟ والله هواي أعمال يعني، أكثرهن يعني اللوحات اللي بيها لون بنفسجي واللوحات الأكاديمية فعلا كلش حلوات، والأكو أعمال بها ظل وضوء يعني تنطي أبعاد، كأنه تنطي أبعاد للوحة بأنه هي واقعية أكثر كأنه 3D. وبالذات أكو لوحات مبين الشمس بها، هاي يعني أحسها في السحر، تنطي أمل. أي كلش حلو إشراق. بالإضافة إلى أني عجبني أيضا اللوحات اللي بيها فكرة، يعني مو بس طبيعة بيها فكرة معينة.
اكو لوحات تحسين بها عمق، اكو لوحات الموضوع مالتها واقعي، واكو مرسومه بطريقه واقعيه بس فكرتها هي مو واقعيه، عبالك يعني خيال، احسها هي خياليه بس مرسومه بطريقه واقعيه. يعني هو في خيال الفنان بس هو موجود. اي اكو اعمال موجوده بالخيال، خياليه هي بس مو واقعيه، بس الاسلوب والتكنيك واقعي. نلاحظ ايضا معرض الطبيعه هذا العام مشاركه شبابيه واسعه، نتمنى ان شاء الله العام القادم تكونين احدى المشاركه. اكيد اطمح لهذا الشيء. معنا الفنانه ساره زكي احدى الحاضرات، فنانات الحاضرات بالمعرض، اهلا وسهلا. اهلا. بداياتك انت كفنانه ممكن تتكلمين عنها؟ من الصغر يعني موهبه من العائله، وشويه شويه بديت ازيدها، وبعدين بالموسيقى والبالي المدرسه، وهسه ادرس هندسه مدني، ف أمزج الهندسة ويا الرسم. شلون الهندسة يعني رياضيات وقلم ومسطرة ضفتيها إلى الفن؟ إيه هو مزجتهم، اللي أنا لأن أحب أرسم هواية تكعيبي وتجريدي، فويا الهندسة فقمت شلون يعني صنعت عالم مالتي. طيب اليوم المعرض يتكلم عن الطبيعة وأكثر للواقعية عكس اختصاصك التجريدي اللي أنتي تحبي، شنو يضيف لك بشيء مغاير عن اللي أنتي ترسميه وتحبي؟ هو يختلف، وكل يعني كل شلون كل مدرسة لها نمط الخاص مالها، فخصوصا هسه احنا المعرض يحكي على العراق، فتبعنا الطبيعة مال العراق موجودة بي كلها. طيب مرات يعني يقول اني من غيري استفاد، شنو اللوحات اللي شفتيها وخلت عند سارة ردة فعل ممكن تفيدها في اعمالها القادمة؟ اي اكو لوحات يعني مرسومة بغير طريقة، مو يعني مو انها بحساب صوره وموجوده، بالعكس ما موجوده اللمسات مالهم، حتى تشوفيها على تجريدي او فتشي اكو لوحتي او ثلاثه موجوده، يعني الطريقه اللي رسموها مو يعني مو الطريقه شلون الطبيعيه، هم مثل ماخذين الشخصيه مالت الفنان فجذبتني. يعني حلو ترسمين بطريقه مغايره تختلف عن الروتيني المعروف. أمان. ان شاء الله العام القادم اجي واشوف لك عمل يا سارة. معنا الفنانة رويتا علاوي إحدى الحاضرات في معرض الطبيعة، أهلا وسهلا. حبيبتي يا سلمج رويتا، ممكن نتعرف على حضرتك، شلون تعلمت الرسم بالبداية وأنت الآن طالبة في المرحلة الثانية في المعهد؟ طالبة لا، رحت المرحلة الثالثة إن شاء الله. والله من الصغر أنا كنت أحب الرسم، وأكثر شيء اللي الفن أحبه اللي بالرصاص بالفحم يعني، والزيت يستوني يعني بديت يعني أفوت هذا المجال. طيب شلون تطورين موهبتك؟ أكيد يعني بالتدريبات، وعندنا مشروع هسه نطلع نرسم طبيعة إن شاء الله الأيام المقبلة. إن شاء الله. مع إنه أنت راح تطلعين وتسوين هذه البروفة مع الأساتذة، اليوم حضرتي معرض الطبيعة، شنو رأيك بالمعرض بسرعة؟ المعرض كلش عجبني، وخاصة أنا الطبيعة كلش أحبها وأميل إليها، كلش حلو. أبرز الأعمال اللي عجبت رويتا؟ والله صراحة يعني ما أقدر أميز، يعني كله حلو صراحة. يعني اكو لوحات شدت انتباهي اكثر، اللي هي طبعا هناك شفتهم انا يعني وصلت تات عليه صاروا هوايه، ما اقدر اميز شنو بالضبط. يعني مثلا شفنا باكثر او اغلب الاعمال هي فيها النخله العراقيه. اي كلش احباني، خاصه اللوحه اللي بيها خضار كلش انشد لها. تحبين الالوان تكون الخضار الواقعي ام الخضار الداكن او الخضار مع الاصفر؟ لا الخضار الداكن كلش احبه، يشدني حيل باللوحه. طيب ما نوتي ان شاء الله يعني فنانه وراح تبدين مشوارك في هذا المجال، اكثر الفنانين الشباب يكون الفن هو ايضا بالاضافه الى موهبه انه هو مصدر رزق لهم، تعملين على هذا الموضوع؟ اي ان شاء الله اكيد. بالبدايه مثل ما تفضلتي قلتي حضرتك بدي اسوي بيج، بس ان شاء الله هذه يعني اصل بالمرحله الرابعه ان شاء الله مو هسه، واطور موهبتي اكثر. يعني هسه حاليا تركزين على الدراسه؟ على الدراسه اكثر شيء. يعني حلو انه بعد انه يكمل الشخص التخصص بعد ذلك ممكن يفتح له بيج او عمل خاص به. يعني احنا ما بالمرحله الاولى والثانيه كل شيء درسنا النحت وخزف والرسم، بس هسه راح نختص، فاني ما اقدر من هسه اسوي بيج، اطور موهبتي يلا.
اليوم احنا من مجموعه من الشباب الرسامين والمبدعين من بابل تشرفنا اليوم بحضور المعرض الطبيعه التي تقيمه في جمعيه فنان تشكيليين، وهذا طبعا في هذا المعرض شاهدنا كثير من الاعمال الرائعه التي ترتقي الى مستوى تعكس واقع الفن العراقي والتشكيلي في العراق. هذه الاعمال متنوعه ودلالات واسعه وانطباعات كثيره بها، والحمد لله هذا دليل على ان الفنان في مستوى عالي ورقي عالي. وجمعيه التشكيليين طبعا مشكورين على هذا الجهد، على هذه الاعمال المميزه والتنظيم والترتيب، والحضور ايضا كان مميز، مجموعه من الفنانين والمبدعين، والحمد لله هذه ثمره يطمح بها كل فنان وكل شاب وكل مبدع في العراق بان تنجز هذه ان تطلع ان تخرج هذه المنجزات بالشكل الافضل والاعمال الجيده. والله هي كل الاعمال جميله، يعني كثير من الاعمال لطيفه وهادئه وبارده رغم حراره الصيف، والحمد لله فاعمال يعني احيانا نشعر بالطبيعه العراقيه، الريف العراقي هو دائما ما يشعرنا بالدفء بالحنين الى هذا الوطن، والحمد لله اعمال كثيره جميله، يعني لا نقدر نفرق بين عمل وعمل، كلها اعمال جميله. طبيعة عراقية أثبت بمشاركة 74 عملاً أن الطبيعة العراقية زاخرة بالجبال والنحور والأهوار والنخل العراقي، كل ذلك في هذا المعرض. شكراً جزيلاً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.